أعلن مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة أنه سيتم تطبيق نظام النقاط على جميع رخص القيادة البحرينية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 8 فبراير الجاري. وأوضح أن تنفيذ النظام المذكور يستهدف زيادة روح المسؤولية لدى سائقي المركبات، خصوصا مع وجود فئة تتعمد ارتكاب المخالفات بشكل متكرر، منوها إلى أن نظام النقاط يحقق مستويات أعلى في معدلات السلامة المرورية. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف المقدم أسامة محمد بحر، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. مساء الخير أسامة. بداية، لو تشرح لنا سعادتكم النظام الذي سيتم اعتماده وكيفية احتساب النقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. نظام النقاط مطبق في العديد من الدول الأوروبية والدول الخليجية ودول الوطن العربي، أثبت نجاحها في كل ذي الدول لأنه يعتمد على رفع المسؤولية لدى سائق المركبة. النقاط عبارة عن 20 نقطة، من يبتدي أي مخالف يرتكب المخالفات اللي موجودة في الجدول اللي تم توزيع على التواصل الاجتماعي أمس في الصحف المحلية، تبديله سنة 365 يوم. المخالفات اللي موجودة بحسب جسامتها، في مخالفات 10 نقاط وفي مخالفات تنزل إلى نقطتين. نعم. بمجرد ما يخالف من المخالفات اللي موجودة في الجدول تتراكم عند النقاط لين توصل لا قدر الله لين 20 نقطة. نعم. من يوصل ال20 نقطة هني أول مرة تسحب من الرخصة لمدة 3 شهور، يدش دورة توعوية ويدش تدريب مرة ثانية، وبعد 3 شهور تعاد له الرخصة. نعم. المقدم أسامة، نعم، يعني ما هي يعني المخالفة التي تتضمن أعلى مجموعة من النقاط؟ ولا في أسوأ منها اللي هي التسبب في وفاة شخص على الشارع. نعم. وعقبها تنزل السياقة في حالة غير طبيعية 8 نقاط. السرعة 7 نقاط مع تجاوز الإشارة الحمراء، وبعدين تي على 5 نقاط اللي هو السباق، الهروب من موقع الحادث أو موقع المخالفة، الهروب من رجل المرور. نعم. بعدها تنزل 3 نقاط اللي هو التسبب في إصابة، السياقة على خط الطوارئ، هذه 3 نقاط. بعدها تنزل نقطتين اللي هي المخالفات قد تكون أقل جسامة. نعم. طيب. المربع الأصفر. نعم. عدم لبس الخوذ بالنسبة حق الدراجين، ويعني ترى الرخص اللي بتمشي على الرقم الشخصي وليست على الرخص، باعتبار أن أي شخص ممكن عنده رخصة مزاولة أجرة. نعم. رخصة الخصوصي، رخصة الثقيل والدراجة النارية، فراح تمشي كلها تصاب في حساب واحد اللي هو يمشي على الرقم الشخصي. نعم. يعني أحيانا المقدم أسامة ربما رب الأسرة باسمه عدد 4 سيارات مثلا، مفترض وضع. نعم. في الحسبان، لأن بتيلة المخالفة على السيارة يعطونا أسبوع، مجال أسبوع أنه يتم إبلاغه واختاره بالمخالفة. فإذا ما ياب من السائق اللي كان في ذي الفترة راح تحسب على مالك السيارة، وكذلك المؤسسات التأجير الآن ملزمين بربط الإلكتروني. نعم. والسيارات اللي تبع الشركات وحتى المؤسسات الحكومية، في هذه يعني تم وضع أكثر من سيناريو، ومتأكدين يعني من بعد خبرة أن بعض الجهات هي تتعمد أنها تعطل إرسال اسم السائق، فبالتالي أي مركبة باسم مالكها راح تحسسها بالنقاط، فيعني. نعم. لازم ينتبهون خصوصا أولياء الأمور في هالمجال. نعم. الحكومة الإلكترونية وعدت أنها بعد يعني في حال حصول أي مخالفة راح ترسل رسائل نصية. إلى ذات الوقت الرسائل النصية ننصح الجميع أنه يسجل في المفتاح الإلكتروني اللي موجود في الحكومة الإلكترونية، ويقدر يتأكد من عدد النقاط اللي موجودة. نعم. نظام النقاط يعني أبشر الجميع أنه هو مو مستهدف الغالب الأعم من البحرينيين، لأن البحرينيين يعني مشهور لديهم أن الالتزام بالسياقة، بالأخلاق في السياقة في الغالب الأعم، لكن هنالك فئات نفس ما تفضلت أنها تتعمد التكرار، تتعمد أن هي ترتكب المخالفة. طيب مقدم أسامة، يعني في حال تدرجت العقوبة إلى حالة سحب الرخصة، ماذا بعد ذلك؟ كيف سيتمكن هذا السائق من استعادة رخصة سياقته؟ ما يعني إذا هو راح تسحب منه 4 مرات، أول مرة 3 شهور، بعدين بيرد يوصل النقاط مرة ثانية إلى 6 شهور، بعدها سنة، رابع مرة يعني بين أنه ما عنده نضج أصلاً
مو مؤهل انه هو يمشي على شوارع اهل البحرين. نعم. اهل البحرين لديهم اخلاق وروح عاليه وتسامح، ولا عندهم الانانيه ولا حب الظهور على الشارع. نعم. كلها هذه السلوكيات فيها فئه بسيطه من المجتمع، لكن هذه الفئه البسيطه قاعد مو بس تزعج المجتمع، قاعد تظهر الى يعني الاعلى كما لو كانت هي الكثره، وتخلق ثقافه غريبه على المجتمع. نعم. جميعا. المقدم أسامة محمد بحر، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.